لما الأطفال كانوا بيلعبوا في حوش مدرسة المستقبل والشمس بتحضنهم بأشعتها الدافية، كانوا مبسوطين، أيوة، كانوا فرحانين، أيوة، كانوا اخلص اخلص نقصد يعني كل كان سعيد، لكن محدش كان شايف الخطر، محدش كان شايف أهل الشر، لأن أهل الشر إحنا ما نعرفش نشوفه. إحنا أهل الشر لا يروا بالعين المجردة. أنت عارف طبعاً إن المدرسة مستهدفة من أهل الشر. لا والله لسه عارف منك دلوقتي حالاً أهو. وهنا بس بدأت رحلة إنقاذ مدرسة الفتاح العليم على إيد حماة الوطن عشان يشعر كل طفل بالأمان. أيوة مس عطيات، جبتيني على ملا وشي تاني أو تالت. خير؟ اقعد يا أدهم وتكتم خالص لحد ما خلص الكلام. طب يا ريت المرة دي بقى تقوليلي عن السر الرهيب اللي أنا معرفوش، يعني مش هنقضيها فوازير. قلتلك اخرس. طبعا انت فكرتك عن المدرسة انها مدرسة كبيرة وفيها طلبة كتير قوي ولها تاريخ وخلاص. واكبر واعرق واحسن مدرسة في البلد تقريبا، هيكون في ايه تانية؟ وان الدخل بتاعها من اشتراكات الطلبة والرحلات وكده. والكانتين الله يرحمه. وعمرك ما هتتخيل ان المدرسة دي فيها كنوز، صح؟ معلش مش ده حضرتك فيلم الناظر؟ مش اتفقنا انك تتكتم لحد ما خلص؟ شوف اتخرجت وبقيت مهندس قد الدنيا وعندي شركة ولسه بتحترميني زي زمان. عارفة حضرتك؟ حاضر كمل يا مساطيات. ما انا مقصودش كنوز يعني تاريخ وامجاد وكده. امال يعني ذهب وياقوت ومرجان وزمرد؟ بالظبط كده، فلوس كتير يا ظريف، كتير قوي، كتير فوق ما انت تتصور. معلش يا مساطيات، ما هو لو الكلام ده صح كان بان على ابويا. انت مش غريبه، ده انا بدفع معظم مصاريف البيت وبقيت من كام شهر ادفع لهم النور والميه والغاز وكل حاجه. ولو قد كده 10 مرات مش هتوفيهم حقهم. انت ما تعرفش الاستاذ عيد ده انسان عظيم ازاي. عارف طبعا، وحتى لو مش عظيم لا سمح الله يعني كفايه ان ابويا. بس يعني لو المدرسه فيها فلوس كتير كده، الاستاذ عيد العظيم ده وتفيدة العظيمة دي ليه بيسلخوني؟ ليه دايما يسلخني لما بتأخر عليه سهوا يعني يوم ولا حاجة عن المصاريف؟ عشان راجل معفن. ده اللي هو كان عظيم من دقيقة؟ يو بقى معلش أسفة. لا معلش يا مسعطيات، أنا مسمحش إن... أسفة يا أدهم، ما حدش بيحب أبوك قدي، بس اسمعني للآخر هتفهمني. سوري مش هينفع تصلح الموضوع بعد اللي انت قلتيه، لأن لا أقصد هتفهمني وهتتأكد إنه فعلا معفن. بس أنا لولا إن أنا عارف إنك بتحب أبويا قد إيه. عمرك ما أخدت بالك من الأراضي والجناين اللي حوالين المدرسة على مدد الشوف؟ طبعا، مالها؟ طب خدت بالك من مزارع السمك؟ أكيد، مصانع العطور ومزارع الفراخ والأرانب والبقر والجاموس وكل الحاجات دي. طبعا مشاريع عملاقة، ما أنا عارف، بس إيه العلاقة؟ بقى الحاجات دي كلها تبع المدرسة اللي هي بتاعت أبوك، يعني كل الفلوس دي بتاعتكم. يا مس عطيات، طب يا ريت كل ده. طب مش مشارك ايلون ماسك في المصنع الجديد بتاعه؟ طب ده احنا كنا زمان. مالك انت متاكده من الكلام ده؟ اكيد، هو انا هلعب معاك وهحكي لك كل حاجه. يبقى عشان كده الحلقه دي لازم الاستاذ عيد برضه يكون معانا، عشان الحساب الكبير لازم الاثنين يمضوا مع بعض. بس حساب كبير ازاي؟ ولا كبير ولا حاجه. طب بس يلا احتبينا دلوقتي عشان اتاخرت قوي. ازاي بس يا ست دفيدة؟ ده ما شاء الله الحساب. ما تنسدي بقى الحساب الكبير. الحساب الكبير هو احنا مش هنخلص النهارده؟ هتيجي يا ادهم ولا لا؟ الحساب كبير قال الحساب يوم الحساب. عشان كده ايه؟ انا كنت في البنك مع امي والموظف كلمها عن حساب كبير ليها هي وابويا، بس امي لغوشت على الكلام كده فانا ما اهتمتش. قلت يعني هيكون كبير قد ايه يعني؟ كبير فوق ما تتخيل، كبير لدرجه ان باباك من اغنى الناس في البلد. يوه بقى، طب لو ده صحيح ليه معيش نفسه ومعيشنا كده؟ ما انا قلت لك وانت زعلت. طب ممكن تقولي بخيل وبلاش الكلمه الثانيه البايخه دي عشان ده ابويا؟ معفن. حاضر هحاول، بس اصلها راكبه عليه قوي. معلش استحملي. بس هو انت عرفت الكلام ده كله ازاي؟ بالصدفه البحته. ده باباك كان مخبي على كل الناس بما فيهم مامتك الست تفيده، لحد ما حصل كده من يجي 10 سنين حاجه قلبت كل حاجه. ايه بقى اللي حصل؟ في ناس من اللي كانوا شغالين في مصنع العطور حبوا يبلطجوا على ابوك وياخدوا المصنع. طبعا جدك كان حاجه تانية خالص، ما تاخذنيش، وابو جدك وابو جدك، وكانوا كلهم مالين مركزهم، لحد ما جه ابوك وفقس وانه جعجع الفاضي قالوا لك دي فرصه. وبعدين
اضطر باباك يستأمني على الأسرار لأنه حس إن الموضوع هيخرج من إيده، لأنه كان بيحتاج حد معاه في تسجيل الملكية وترتيب الورق وكده. وحكالة؟ مش بس كده، ده مديني نسخة من العقود. بتبص لي كده ليه؟ مش عارف ليه مصافيات بصراحة، يعني حاسس إن عايش في فيلم من أفلام المافيا. بلا خيبة، ما هي دي بقى المصيادة اللي اصطادوا أبوك بيها. هما مين؟ وإزاي؟ هيكون مين يعني؟ بص أنا هقولك، بس في الأول عاوزين نتفق اتفاق. اتفضلي. لو جبت لك كل العقود دي انت معايا ولا هتسيب حق ابوك وجدودك اللي هو حقك يروح من ايدك؟ اكيد في الحاله دي هكون معاك. وعد يا ادهم؟ طبعا يا مصطفى. طب اترزع هنا لحد ما اجيب لك العقود. مدرسه الفتاح العليم. يا فندم، النقيب اشرف جالي من نص ساعه وشال مكتبي وحاجتي كلها وحطهم فوق السطوح. تخيل حضرتك الشمس قورت راسي في النص ساعة دي. آه، وما قالكش ليه؟ قال لي يا فندم إن الأوضة قالها تتبيض. طيب. طيب إيه يا فندم؟ الأوضة متبيضة من شهرين وزي الفل. مفروض بقى أنا دلوقتي أسيب شغلي وأبحث موضوع البياض بتاعك ده. يا فندم أنت زعلان مني في إيه بس؟ زعلان؟ إيه الكلام الغريب ده؟ بتتكلم كتير يا راضي من غير لازمة. معلش يا فندم، أنا فعلا ممكن أكون بتكلم كتير، بس أوعد حضرتك. مع إنك ساعات بتسكت برضو من غير لازمة. يا فندم، لو على موضوع الخبرة أنا والله بس اتفاجئت، كنت عاوز أقول كلمتين كويسين في حقهم بس فعلا معرفتش. حضرتك ما تأخذنيش، يعني شايف أشكالهم عاملة إزاي؟ بجد؟ طب كويس قوي. ده على اساس ان اللي واقف قدامي دلوقتي الاستاذ توم كروز. ما انا بقول الشبه ده شفته فين. عموما وانت فوق السطح هيكون عندك فرصه انك فين بقى. لحد ما قعدت مع نفسي شويه وقلت يا واد يا راضي، من امتى بنحكم على الناس باشكالها الوسخه؟ وابتديت ادور على سوابقهم. إيه؟ اقصد يعني خبرتهم. لقيت قدامي مجموعه مشرفه من الخبرات الاقتصاديه القادره على النهوض بالمدرسه من ما دفعاني. ايه يا اشرف، ده هو ده وقت دهان غرفه الاستاذ راضي برضه؟ برضه يا فندم، اللي قلت لي نروح نرمي الحاجه بتاعت الاستاذ راضي. احنا ورانا شغل كتير ومش فاضيين لموضوع الدهانات والكلام الفارغ ده. كما كنت غرفه الاستاذ راضي، وتديني تمام لما ترجع ان كل حاجه في مكانها. يا ريت حضرتك تبلغ تحياتي للدكتور بخبوخ والفريق الاقتصادي بتاعه. هيحصل يا استاذ راضي، تقدر تغور انت دلوقتي. مدرسة الفتاح العليم. هاو 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 ويا كلابهم دول مرعوبين من يوم الثورة الحرة الكبرى. ايوه احنا مش خايفين مع ان سلاحهم ويا كلابهم يمكن مرعوبين. لا ينفع كبري ولا قطر بيجري خلصانة الثورة. بس معنى كده ان يلغي شخصية المدير بتاعنا؟ اهو ده اللي انا عمري ما هقبله ابدا، لان مكانة المدير من مكانتنا كلنا. ماشي صح قوي كده. قلت لك اخرس. وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا؟ وازاي كده عام جنينا وازاي جرقنا؟ شوف وصلت كام دلوقتي تكلفها عيشتنا؟ وازاي كده عام جنينا ازاي جرقنا؟ بقى ايه متبقي وايه ناقص لسه مع ريس وكسه؟ ولا بقى حضرتك بقى اللي عاوز تتخلى عني؟ اتخلى عنك؟ اتخلى عنك ازاي؟
انتوا ما تعرفوش ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ شكرا يا مصر، شكرا يا مصر. شله حرامية سرقونا، خلوا هتكية نطوا على السلطة، وبقينا في اكبر ورطة. والعمر حديد وجديد، ولا قلبي لين دوق حتى الكفتة والبيتزا او اي عجين. عندنا وطنية يا احسن خدمة، بنزين 90. اتلم يا ادهم يا ابو غفل يا ابو مخ فريد، يا خاين بلدك لو حكمت راح ابلغ فيه. يا ستي السودا امي دي الاوضه مع احمد موزه. يا حاج يا حاج، ده انا لسه جايب لك الشاي، وهي اللي كانت منفضه لك على فكره. هو انا هبيع بلد على كوبايه شاي؟ طز فيك انت والشاي بتاعك، وتحيا مصر، تحيا مصر يا اخويا العالم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، بنحبك يا مصر، بنحبك يا بلد.